إذن الدكتور إبراهيم أحطر سيتطرق لدور الهيئات شبه المهنية شبه القضائية في حماية الاستثمار، وسيمثل لها بموضوع اللجان الضريبية نموذجا. فليتفضل مشكورا. والمداخلات دائما محددة في 20 دقيقة. شكرا سيد الرئيس. يبدو لي كان خلي الموضوع أن أعود إلى التاريخ، لأن فهم الواقع اليومي يستلزم دائما الرجوع إلى الماضي، خاصة فيما يتعلق بالجبال. نعرف أن بحث أو فهم علاقة الدولة بمواطنها، إن كنت تريد أن تجد الحكم الصائب فيه يجب الرجوع إلى مستوى الأداءات الجالية أو المتبقى في كل زمن زمن. هذه الفكرة استلهمتني وأنا أنصت إلى مداخلتك، وفي نفس الوقت انتهى يعني الشحن الكهربائي ديال الجهاز الحاسوبي ديالي، وهنا تيوضح لك العلاقة كيف كانت دائما تستعمل الضريبة كعصا طويلة في تاريخنا القديم. هذا بالنسبة لجميع الدول تقريبا. أدخل إلى موضوع مداخلتي يدور حول دور الهيئات الشبه القضائية لحماية الاستثمار، اللجان الضريبية نموذجا. في الصباح الباكر أو في الجلسة الأولى استمعنا كثيرا إلى الجانب الضريبي والتحفيزات المتعلقة بالتشريعات الضريبية بصفة عامة ودورها الحاسم في تشجيع الاستثمار من عالمه. لماذا؟ لأن البعد المالي في السياسة الاستثمارية في كل بلد يعني على غاية من الأهمية، والمشرع يأخذها بجدية مطلوبة، لأن رأس المال بطبيعته معروف بالجبن، ولا يمكن أن يتقدم إلى الأمام بدون تقديم امتيازات أو إعفاءات حتى يبادر وحتى يتقدم قصد إنزال مشاريع على أرض الواقع. طبعا هذا حال دولة الشبه القضائية في حماية الاستثمار اللجان الضريبية نموذجا هو موضوع مستعري بامتياز. وإن كانت الضريبة في حد ذاتها يعني في علاقتها بالاستثمار كثيرا ما يتم دراستها في الجانب الماكرو اقتصادي. لماذا في الجانب الماكرو اقتصادي؟ لأن الضريبة لها علاقة وطيدة بالمداخل الأربعة في كل سياسة اقتصادية كيفما كانت، تأثيرها على الاستهلاك الداخلي، تأثيرها على مستوى الدخل في البلد، ثم تأثيرها في خلق مستوى النمو، ثم تأثيرها كذلك حتى على مستوى الأسعار. هذه محددات يعني تناولها الكثير من الباحثين خاصة الاقتصاديين، لأن نسبة النمو وخلق يعني تشجيع نسبة النمو والرفع منها تمر حتما عبر تشجيع الاستثمار وإيجاد سياسات اقتصادية قائمة على ما يسمى بالاقتصاد الإقلاع. إن الاقتصاد إما أن يكون اقتصاد ركود أو اقتصاد الإقلاع. الاقتصاد أو السياسة التي تقوم على اقتصاد الإقلاع تمر حتما عبر الأداة أو الآلية الضريبية. هذا الجانب ليس موضوع مداخلتي، ولكن موضوع مداخلتي سينحصر حول جوانب إجرائية ومصدرية يتعلق بكيفية الدفاع عن الضمانات وكيفية الدفاع عن حقوق المقاولة أو الملزم بصفة عامة في علاقاته اليومية مع إدارة الضريبية كإدارة ذات امتيازات السلطات العامة أو سلطات القانون العام. فالمدخل الرئيسي لفهم هذه العلاقة أو فهم دور اللجان الضريبية يمر حتما عبر الحديث عن حق المراقبة
كحق تستعمله الإدارة لاستيفاء حقوقها من الملزم كاملة غير منقوصة. حينما أقول كاملة غير منقوصة هذا يعني بالضرورة أن السياسة الضريبية في المغرب هي تقوم أساسا على نظام تصريح تلقائي. حينما نقوم بنظام تصريح تلقائي بمعنى حرية الأفراد والجماعات بمعنى حرية الأشخاص الطبيعيين وحرية المقاولة في تصريحهم بدخولهم وبأرباحهم ورقم معاملتهم بتلقائية وبكل حرية، إنما في الجانب المقابل لهذه الحرية هو حق معترف به للإدارة بإجراء مراقبة إجبارية على تصريحات الملزمين. الهدف بطبيعة الحال من إجراء المراقبة هو الحرص على معاملة الملزمين على قدم المساواة، بحيث أن الملزم الذي يوجد أو الملزمين الذين يوجد وضعية متساوية عليهم تأدية الحقوق المستحقة عليهم تجاه الدولة على نفس درجة المساواة. بطبيعة الحال المبدأ الدستوري هنا في المادة 33 من دستور 2011 لا يحتاج إلى تذكير، باعتبار أن الجميع ملزم بالمساهمة في التكاليف العمومية. ثم أن حق المراقبة الذي تتمتع به الإدارة الجبائية هو الذي يعطيها صلاحيات إجراء التدقيق، إجراء المراقبة، المطالبة مستحقات الواجبة دفعها والتقييد بها عند التصريح. ثم في حالة وجود منازعة في هذه التصريحات ليبقى للملزم سلوك مسطرة اللجان التي مسطرة اللجان التي تعتبر ضمانة من الضمانات الرئيسية هو اعترف بها للملزم. هنا حق الطعن أمام اللجان يعتبر مرحلة أولى أو مرحلة ممهدة قبل الطعن أمام المحكمة الإدارية. اللجان المحلية أو اللجان بصفة عامة، حينما نقول نظام اللجان تقصد بها أساسا يعني كمدخل للموضوع دائما اللجنة المحلية في الدرجة الأولى، ثم اللجنة الوطنية. كيف يعني تتشكل هذه اللجنة؟ أين تقع هذه اللجنة؟ اختصاصات هذه اللجنة؟ هذه الأمور سنعود إليها بالتفصيل إن شاء الله في ليديافو يعني اللي جايين من بعد. إشكال المداخلة هو كالآتي: هل النظام القانوني لهذه اللجان أو هل التنظيم التشريعي الحالي لهذه اللجان كفيل بضمان أو بتحقيق الضمانات القانونية المعترف بها للملزمين من لا تتم مطالبتهم إلا بالمستحقات الواجبة عليهم قانونا؟ بصيغة أخرى، هل فعلا تم ضمانات قانونية في مسطرة اللجان كفيلة بضمان حقوق المقاولة كآلية لخلق الثروة وآلية خلق النمو، ثم كآلية أو كواسطة يمكن تحقيق أو خلق فرص الشغل في الاقتصاد الوطني؟ الجواب على هذا الإشكال محورين رئيسيين لابد أن نتكلم عنهما بشيء متفصيل. أول أمر يتعلق بمعرفة الطبيعة القانونية لهذه اللجان. لماذا نعرف الطبيعة القانونية لهذه اللجان؟ لأن الكثير من الباحثين والخبراء في الميدان يتكلمون عن مسطرة اللجان كضمان ضمانات رئيسية باعتبارها المرحلة الأولى في المنازعة. بالتالي يحق لنا أن نتساءل عن طبيعة القانونية لهذه اللجان، لأن معرفة الطبيعة القانونية لهذه اللجان يحدد إلى أقصى المستويات طبيعة الحماية المخولة إلى المقاولة والملزم بصفة عامة. ثاني الأمور أو المحور الثاني مقاربة هذه الضمانات القانونية من حيث طرق إجرائها، ثم من حيث فعاليتها، ثم من حيث جودة
الإجراءات المطبقة أمام هذه اللجان يعني في كل مستوى من مستويات هذه المسطرة؟ أي طبيعة قانونية لهذه اللجان؟ هناك من يستعمل مصطلح الجهاز، هناك من يستعمل مصطلح اللجنة، هناك من يستعمل مصطلح مرحلة التمهيدية للمنازعة، يعني كثيرة هي المسميات، وإن كان أن الإجابة الدقيقة هي بمضمون اختصاصات أو بمضمون الحماية التي توفرها هذه الأجهزة. على أي حال أدير تساؤل، قيل هل طبيعة هذه اللجان قضائية أم إدارية؟ إن لم تكن لا هذه ولا تلك، هل هي للتحكيم أم للوساطة؟ إلى أي حد يمكن التسليم بالطبيعة القضائية لهذه اللجان؟ الطبيعة القضائية لهذه اللجان يؤدي بنا إلى التذكير بمقتضى الفصل 45 من الدستور الذي ينص على أن إحدى المحاكم يجب أن يكون بمقتضى قانون. ثم وجوب التقييد بعض المقتضى المسطرية أمام هذه اللجان. يعني تعرفون المسطرة المزاولة للممارسين، يعني يكون المسطرة أمام مختار درجة التقاضي في البلاد. هل هي نفسها المطبقة أمام هذه اللجان؟ أم أن ثمة اختلافات بين هذه المستويات؟ ثم أحكام وقرارات المحاكم تخضع لقواعد الطعن بنوعها، الطرق تاع العادية وطرق تاع غير العادية. هل قرارات اللجان تخضع لهذه الطرق؟ وأخيرا قوة الشيء أو قوة الأمر القريب هل تتمتع به قرارات هذه اللجان؟ الفقه أو من جانب الفقهي ثمة معيارين لحسم في هذه الطبيعة أو في تلك. هناك معيار شكلي ثم معيار مادي. المعيار الشكلي يؤدي بنا إلى تنظيم طبيعة المسطرة، ثم في حين أن المعيار المادي يؤدي بنا مباشرة الحاجة إلى ما يسمى بالاختصاص النوعي. دائما من جانب الفقهي يعني ثمة من يقول أن رئاسة هذه اللجان يتم عن طريق القضاة، قاعدة القضاء الجماعي مطبقة باعتبار أن كل لجنة لا يجب أن تبت بشكل انفرادي أو بشكل مفرد أو بشكل يخل ببلاء القضاء الجماعي يعني أقل من 3 أعضاء. ثم قاعدة تنظيم على درجتين، اللجنة المحلية واللجنة الوطنية. ثم هذه اللجان يمكن لها أن تهتدي أو تأمر بإجراء الخبرة. ثم جميع قراراتها يجب أن تكون معللة، بمعنى أن اللجنة المحلية واللجنة الوطنية معا ينبغي لهما أن تصدر قراراتهما معللة مفصلة تحت طائلة الطعن فيهما بإنعدام التعليل. ولكن يجب أن لا ننسى بأن في هذه اللجان هناك دور النيابة العامة الذي يبقى مغيبا، ثم قواعد التوجهية لا تطبق بنفس الخاصية أو بنفس الوتيرة المطبقة أمام المحاكم، بالتالي لا يمكن الجزم بالطبيعة القضائية في هذه اللجان. كيف ما تعطلت هذا السيبرات؟ بقي ستدخل تبان لي معيار المادية الشيء تبان لي بيتو هذه الفوتو. فإذا لم تكن هذه اللجان لها طبيعة قضائية، هل هي بالضرورة طبيعة إدارية؟ أو هل طبيعتها إدارية؟ هذه تعرفون أن الوظيفة الإدارية ممارستها يؤدي إلى إصدار قرارات إدارية. القرارات الإدارية تعطي للشخص مركزا قانونيا فينشئ له وضعية جديدة تختلف عن الوضعية السابقة، وبالتالي يمكن أن نتكلم هنا عن ما يسمى بالحقوق المكتسبة. فلا يمكن الجزم بالطبيعة الإدارية إلا بعد تشخيص وفحص طبيعة القرارات التي تصدرها هذه اللجان، بمعنى القرارات التي تصدرها هذه اللجان هل ما ينطبق عليها ما ينطبق على القرارات الإدارية
التي تصدرها الإدارات. فالقرار الإداري هو الذي يصدر عن جهة إدارية مختصة ويحدث أثرا قانونيا في مواجهة شخص معين. أول ما يتغرر لدينا هنا هو أن الطالب دعوة الإلغاء إن كان مسموح به في الحالة الأولى فإنه غير مسموح به بالنسبة لي كقرار اللجان المحلية، بالنسبة لي لقرار اللجان بصفة عامة في المادة الضريبية. هذه مسألة هي مسألة محسومة يعني منذ قرار 1969 يسمى قضية الشركة العقارية، يعني الذي لم يقبل طعن بدعوى الإلغاء في القرارات التي تصدرها اللجان الضريبية. بالتالي فالطبيعة الإدارية لهذه اللجان كذلك هي نظر شك. لماذا؟ لأن تركيبة هذه اللجان تتوفر على قضاة، ثم المسطرة التوجهية أمام هذه اللجان هي كذلك مطبقة وإن بمستوى أقل، ثم كما قلت سابقا أن التعليق هو كذلك موجود. فهذه الأمور كلها يؤدي بنا إلى القول بأن القرارات التي تصدرها اللجان في علاقتها بقوتها التنفيذية هي أمر مطار شك أو مطار جدال. لماذا؟ لأن هذه القرارات الصادرة عن اللجان لا يمكن تنفيذها إلا بتدخل من الإدارة نفسها، بالتالي القوة التنفيذية لهذه القرارات يعني متخلفة أو تفتقر إلى طابع القوة التنفيذية. فتدخل الإدارة بعد صدور هذه القرارات يبقى مسألة إلزامية. لماذا؟ لأن بواسطة تنفيذ هذه القرارات يتم إصدار إما جداول تحصيل طلبة، أو إذا سبق للإدارة أن قامت بفرض ومطالبة الضرائب يجب أن يتم إلغاءها حتى تكون الوضعية منسجمة مع طبيعة القرار أو بمضمون القرار الصادر فيما بعد. بالتالي في جميع الحالات تدخل الإدارة بعد إصدار هذه القرارات يبدو مسألة إلزامية. هنا تدفعنا نقول بأن هذه القرارات تعزها القوة التنفيذية، وبالتالي تبقى يتيمة في غياب تدخل إدارة صاحبة الاختصاص. إذا بين الطبيعة الإدارية والطبيعة القضائية يبقى لنا أن نتساءل عن وجه التحكيم في المادة الضريبية. نقول بأن القاعدة العامة هو عدم جواز التحكيم إلا بوجود نص قانوني. هنا رجعنا دائما تتكلم في المادة الإدارية. إذا مشينا في المادة 310 من القانون الإسلامي المدني فهو لا يجوز تطبيق قواعد معليش تقول لي يا سيدي الرئيس معليش تشكرني على دقة الوقت استسلم. فنزاعات الناتجة كقاعدة عامة النزاعات الإدارة يمنع عليها القيام بالتحكيم في الاختصاص في قضية اللي دخلت في الاختصاص ديالها، وبالتالي الاستثناء الوحيد اللي كان هو أن النزاعات المالية يمكن أن تكون محل تحكيم ما عدا المتعلقة بالقانون الجبائي. إذا هنا غادي نفوت بلا ما ندخل، هل هي هيئة وساطة؟ هيئة وساطة في القانون الإسلامي المدني يجب أن تكون إما بموجب عقد أو بموجب شرط ديال التحكيم. هنا في المادة ديال مادة المنازعات الإجبارية لا يمكن لها أن تكون موضوع وساطة، وبطبيعة الحال حتى إذا كان كاع وساطة فمشكل ديال التنفيذ تبقى، لأن كما تعلمون الوساطة في حد ذاتها في القرارات الصادرة عنها تطرح إشكالية ديال تقيد الأطراف فيما بعد بمضمون القرار الصادر يعني الصادر من الوسيط. اللجان الضريبية كما قلت يمكن الجزم بأنها هي وساطة، ولكن ما يمكن يعني أن نخلص إليه هو أن
اللجان الضريبية بصفة عامة طبيعتها هي طابعة خاصة يمكن أن نجد فيها كل شيء مما سبق قوله، باعتبار أنها هي مسطرة مستقلة خاصة. الهدف أو العبرة بالنتيجة، يعني هل هي قادرة على أن تستجيب لتطلعات وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، وهل قابلة أنها تعطي ضمانة للاستثمار؟ هي الضمانة لرأس المال. فتشكيلة اللجان، ما يمكن قوله هنا هو أن حينما نتكلم عن مسطرة اللجان، طبيعة الثنائية لهذه اللجان يطرح إشكال، بحيث أنه يؤدي إلى تأديد المنازعة. ما علاش نتكلم على التشكيله ديال اللجان؟ تعرفونه جيدا، الممثل ديال الملزمين، الممثل ديال الاداره، زائد قاضي على راس كل لجنه، سواء لجنه محليه او لجنه وطنيه. ولكن هنا اللي بغيت نوقف عليه هو ان النظام القانوني لهذه اللجان في حد ذاته يطرح اشكال، حيث ان العمل بلجنه محليه واخرى وطنيه يؤدي الى تمطيط النزاع وتطويله. ساعود الى هذه النقطه لاحقا. هنا المشكلة يرتبط بمحدودية الحماية المتوفرة من هذه اللجان. أول إشكال هنا والتي يبين هذه المحدودية ديال الحماية يتعلق بالتبرير. فقواعد العامة القانون المسترنادية ديال التبرير هي معروفة، لكن المادة 215 موضوع العامة الضريبية تطرح استثناء على هذه القواعد، بحيث أن التبليغ قد يعتبر حصل إذا وقع الإرسال ولو رجعت يعني الرسالة بعبارة غير مطلوب، أو غير العنوان، أو العنوان غير معروف، أو عنوان ناقص، أو محل مغلق، أو الملزم غير معروف بالعنوان المتوفى. فهل الحالة تعتبر تبليغ؟ يعني قد حصل بعد انصرام أجل 10 أيام من تعدد التسليم. من أهم ما يترتب عن هذا الاستثناء هو أن إمكانية تطبيق الجزاء الضريبية، ثم إمكانية تحويل عبارة الإثبات إلى الملزم، ثم إمكانية الخضوع لمصادر التحصيل الجبري، وبين هذه وتلك كان هناك كذلك المس بحقوق الدفاع. ما يظهر كذلك حدود الحماية المتوفرة عن طريق هذه المسفرة هو إمكانية بت في بعض الحالات بت اللجنة الوطنية خلال بدون أن تبت لجنة محلية مسبقا إذا تعذر انعقاد هذه اللجنة، أو إذا انصرم أجل 24 شهر مخول لهذه اللجنة ولم يتم اتخاذ القرار من طرفها، بحيث أنه يبقى قمة إمكانية لتحويل الملف مباشرة إلى اللجنة الوطنية. وهنا إشكالية ديال تفويت الفرصة أمام الملزم تبقى مطروحة. فتعذر البت داخل الأجل اللي قلت هو الأجل 24 شهر، زائد المنازعة مباشرة أمام اللجنة الوطنية، يعني هنا يؤدي بنا إلى تفويت الفرصة أمام الملزم لاستعمال حقوق الدفاع ديالو كاملة منذ المرحلة الأولى. فالموضوع يعني فيه الشركة، ولكن إن شاء الله إذا كان شيء نقطة في المناقشة، وأستسمع السيد الرئيس على تقوله. شكرا لكم. شكرا للدكتور إبراهيم أخطر على مداخلته القيمة والممتعة. بحكم طبيعة الموضوع ذاته، فهو ربط بما قلته عند الميلة حين تحدث عن البعد المالي في الاستثمار في كل بلد، وحرص الدولة على أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار، وأكد على الجوانب الإجرائية والمسطرية أن اللجان الضريبية والموضوع يستهدف إبراز هذه الجوانب الإجرائية والمسطرية ودورها في حماية المستثمر تجاه الإدارة، وبحث عنها في السعي الذي أحدثه المشرع أو الذي سعى إليه المشرع في إحداث التوازن بين الملزم والإدارة، إن الملزم هو مستثمر والإدارة متوفرة على امتياز السلطة العامة. وذكر بأن بطبيعة الحال الطعن أمام هذه اللجان هو مرحلة ممهدة لعرض النزاع للمحكمة الإدارية، وتوقف وهذا أجمل ما في موضوعه هو في تحديد الطبيعة القانونية لهذه اللجان. بطبيعة الحال استبعد الطبيعة القضائية بمعاييرها، عرض لطبيعتها الإدارية
وعرضها على المحك من خلال معايير القرار الإداري، ثم استبعد اعتبار هذه اللجان هيئات للتحكيم والوساطة وخلص إلى نتيجة، ولكن كان يمكن أنه يخص لها منذ بداية، ولكن هذا هي المتعة التي كانت في عرضه، وهي أنه اعتبر هذه اللجان لجان ذات طبيعة خاصة أكاركتير سوي جينيريس، وبالتالي فهي يمكن أن يختلط فيها كل شيء القضائي والإداري والتحكيم والوساطة وغيرها. وبطبيعة الحال ختم عرضه ببعض الصعوبات التي تعرفها هذه اللجان وفي علاقتها بحماية الملزم أو المستثمر منها، طبيعة هذه الثنائية وطول الأجال وغيرها، ولجنة محلية وطنية تؤدي في اعتقاده إلى تأبيد النزاع. كذلك تحدث عن تعطر البت داخل الأجال بسبب مشاكل التبليغ التي لها طبيعة خاصة في المادة الجبائية. وأخيرا تحدث عن بت معضلة أخرى، وهي بت اللجنة الوطنية مباشرة دون أن يمر النزاع على اللجنة الوطنية المحلية، وأسس هذا حق الملزم هنا على مبدأ تفويت الفرصة لا بيرت دو شانس. مجددا أشكره على هذا الطرح، وأتمنى أن يستفز مخيلاتكم و قرائحكم لتتفاعلوا مع هذا الموضوع، لأن حقيقة هذه اللجان ذات الطبيعة الخاصة تحتاج، أنا كان ما دمنا فرحة بالجامعة، هذه اللجان ذات الطبيعة الخاصة تحتاج إلى رسائل وأطارح جامعية، لأنها حقيقة أنها كثيرا ما نمر عليها مرور الكرام. بسرعة أنقل الكلمة للدكتور عبد العالي ماغوري أستاذ بهذه الكلية، سيتطرق في مداخلته لدور القضاء الإداري في إنصاف المقاولة من شطط وتعسف الإدارة. بالتالي نحن كنا نتحدث عن شطط والتعسف في مواجهة الأفراد، الآن المقاولة المواطنة، المقاولة المستثمرة، ماذا سيكشف عنه؟